دول ومدن. علاش قطر هي وحده من بين اغنى الدول في العالم؟ بدات القصه ملي كانت قطر تحت الحمايه البريطانيه، وكانت دوله فقيره المصدر. رزق الوحيد للسكان هو الصيد في البحر وتجاره اللؤلؤ، وحتى اللؤلؤ طاحت قيمته ملي بدات اليابان كتنتج اللؤلؤ الزراعي. في هذا الوقت كانت البلاد محكومه من عائلات آل ثاني اللي كانت جات من السعوديه في الثمانينات. بقات الامور هكاك حتى العام 1940، كان فيه اكتشاف البترول. هنا بدات الامور كتحسن شويه، ماشي شي درجه كبيره، ولكن غير ما بقاوش معتمدين على الصيد، وحتى ثمن البترول في ذاك الوقت ما كانش ساوي الثمن. دازت 30 عام وكانت شركات شيل كتقلب على موارد اخرى، وهي تلقى اكبر حقل ديال الغاز الطبيعي في العالم. لكن كانت مشكله اخرى، وهي حتى الغاز ما كانش ساوي الثمن. زيد عليها كان الا بغيتي تبيعو خاصك تبني قادوس حتى للدوله اللي اتبيعو ليها. وقطر الموقع ديالها جا بعيد على الدول الاوروبيه والامريكيه، وجات مهزوله في شبه جزيره عندها حدود مع السعوديه فقط. شركه شيل ما بقاش عطات المشروع اهميه. داز عام خرج بريطانيا من البلد وخدا الاستقلال، والامور بقات كيف كانت، فقر وجوع وقله حيله، حتى لسنه 1996 اي وقع حدث اي غير البلاد. ناض احمد بن خليفه آل ثاني، دار انقلاب على الاب ديالو اللي كان في سويسرا، واعتقل 36 شخص من انصاره وجرى لباه من البلاد. ومن هنا بدات عملية تطوير قطر. الخطوة الثانية هي شنو غيديرو بهاد الفلوس اللي كيربحو بكثرة. بداو في البنية القطرية، وفوق تقصير رجعت البلاد كلها ناطحات السحاب، وطرق وبنايات تحبس الأنفاس، ومشاريع في كل قنت من البلد. الخطة الثالثة هي استثمروا فلوس في العالم كامل، والبداية بإنشاء هيئة الاستثمار القطري، واللي هي عبارة عن صندوق كبير للاستثمار الأموال في جميع أنحاء العالم. واحتلوا كباريات المدن العالمية بحال لندن اللي فيها جزء كبير ما بقاش تبع لبريطانيا، شراته قطر، منهم فنادق ومكاتب وعمارات وشقق. وفي أمريكا رجعت هي رابع مستثمر في البلاد، أما باريس حالة خاصة، ودخلوا شركاء في بزاف شركات متعددة الجنسيات بحال فورس فاغن وشركة النفط العملاقة الروسية. أما الاستثمار في كرة القدم فهذا موضوع آخر. الهدف من الاستثمارات هو يجي نهار اللي ما يبقاوش يتسوقوا الفلوس الغاز، غير عائدات الاستثمارات تقدر تغنيهم وتجنبوا اقتصاد الريع اللي هو اعتماد الدولة على مصدر واحد لضرب كساد أسواق النفط والغاز، يجيبوا الفلوس بطرق أخرى عكس السعودية والجزائر وفنزويلا اللي بقاو معتمدين على النفط. بقى عندهم مشكل وحيد، وهو خاصة تثبت راسها كدولة وما تبقاش تحت الوصاية ديال السعودية. هنا يدير واحد الخطوة سنة 2003 ملي السعودية طلبت من أمريكا تحيد القواعد الأمريكية من السعودية. نادت قطر وطلب من أمريكا تجيب القواعد قطر، منها يبقى الحضور الأمريكي في الخليج، ومنها حتى دولة ما تقدر تقرب قطر. وفعلا نجحت الخطة، وتكلفت هي تبني القواعد الأمريكية وتخلص 11,000 جندي للبلاد، زائد قناة الجزيرة اللي كتعطي نفوذ دولي لقطر وتأثير عالمي. وخير دليل الحصار اللي دارته السعودية عليها خلى كل شيء تعاطف معها. ودابا المواطن القطري عايش حياة الرفاهية، عندها أعلى متوسط دخل فرد في العالم، 3 مرات ضعف فرنسا. هي الأولى عربيا في جودة التعليم، والأولى عالميا في انخفاض البطالة. عندها صندوق سيادي ب 300 مليار دولار. الخطوط الجوية القطرية الأسرع نموا في العالم، عندها 28% من أبراج لندن عاصمة بريطانيا. المواطنين القطريين كيتعالجوا في فابور، وإلا مشاو تعالجوا في الخارج كل شيء على حسب البلد. الماء والكهرباء مجانا، والوحيدة اللي ما فيهاش ضرائب. قطر الآن أولى عربيا في سرعة الإنترنت والتنمية البشرية والأمن الغذائي. عندها الغاز يكفي لمدة 140 سنة،
ومنتهى البترول يكفي لمدة 40 سنة.